بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الكريم. قضى الله للعلياء أن تتجسد فقال لها كوني فكانت محمدا عليه الصلاة والسلام. تحية طيبة إليكم متابعين الكرام، متابعي منصتكم منصة تريند، إنما كنتم داخل موريتانيا أو خارجها. الليلة بإذن الله تعالى سنفتتح الأسبوع الذي خصصته جمعية بسمة وأمل لحملة أطلقتها تحت عنوان رفع البلاء. وهذا الأسبوع بإذن الله تعالى سنواكبكم من خلاله بكل جلسات وبكل الضيوف الأكارم، وأيضا بكل الحلقات التي ستصور بخصوص هذه الحملة المتعلقة برفع البلاء. هكذا جمعية بسمة وأمل الرائدة في مجال العمل الخيري، صانعة البسمة على وجوه اليتامى والضعفاء، تعلن عن هذه الحملة التي يراد من خلالها رفع البلاء عن المجتمع الموريتاني وعن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحملة ستكون بنقل، ستنقل وبشكل حصري على منصة تريند، وأيضا سيكون هنالك تقرير خلال كل ليلة بخصوص التبرعات التي وصلت إلى الجمعية. أيضا سنضع أمامكم الرقم التالي الخاص بالتبرع الذي يوجد عليه مصرفي وبنكلي، وهو 22 30 00 88. إلى كل الخيرين، إلى أصحاب الأيادي البيضاء، إلى كل الذين يبحثون عن جنة عرضها السماوات السبع والأراضين، إلى كل الذين يبحثون عن آخرة هي أهم شيء في هذه الحياة، ويبحثون عن مال ينقذهم يوم لا ينفع مال ولا بنون، هذه الفرصة الحقيقية للتبرع ولتقديم الصدقة التي فضلها الله سبحانه وتعالى وأخصها بكثير من الفوائد، الصدقة التي ترافق المؤمن في حياته وفي قبره وحتى في رحلته مع الصراط وأيام ويوم القيامة الطويل جدا. إذن أيها الإخوة الكرام، أذكركم فقط بأن هذه الحملة انطلقت من مقر الجمعية الواقع قرب كارفور بنبلاه أو المقابل لكارفور بنبلاه. يمكن لأي شخص أن يزور مقر الجمعية ويطلع على حيثيات هذه الحملة ويتواصل مع إدارة الجمعية. يمكن أيضا لأي شخص يوجد في الخارج أن يتواصل مع الأرقام المتاحة وأيضا مع الرقم 22 30 00 88. الليلة أيها الإخوة الكرام اخترنا لكم ضيوف. أولا معنا الشيخ الداعية الشيخ عبدي والعبدي الذي شرفنا بهذه الحلقة الافتتاحية. أيضا معنا القارئ الشاب عينينا والأييه الذي أيضا شرفنا بالمشاركة في هذه الجلسة الأولى. أيضا معنا الشاب المعروف ورئيس الجمعية الأستاذ الفاضل محمد حمدو محمد بابا، أيضا الذي سيفتتح معنا هذه الجلسة وسيرافقنا إذا طيلة هذه الحملة بإذن الله تعالى. خير ما يفتتح به آيات من القرآن الكريم. سأترككم مع القارئ عينية. أهلا وسهلا بكم عينينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم
تلقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. شكرا جزيلا لأخينا القارئ عينينا على هذه القراءة الماتعة جدا. الآن أيها الإخوة الكرام سنترككم مع الداعي الشيخ المعروف في مجال العمل الخيري الذي كرس وقته جزاه الله خيرا من أجل هذا المجال دعما ومساندة للجمعيات الخيرية ولأصحاب الأيادي البيضاء وأيضا لهذا المجال المهم والأساسي جدا الذي يستهدف عشرات الألاف الأسر سواء في العاصمة نواكشوط أو خارج العاصمة. فقط نذكركم دائما بالرقم الذي يوجد عليه بنكيلي ومصرفي وهو 22 30 00 88 أو أيضا بمقر الجمعية الواقع بالقرب من كارفور بنبله. الآن سأترككم مع الداعية الشيخ عبدي والعبدي ليتكلم لنا عن أهمية الصدقة في الإسلام وعن دورها وأثرها على حياة المسلم. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأفضلان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سابقنا نسترسل في الموضوع نتذكر صدقة الآن الناس اللي يشاهدونها على وسائل التواصل صدقتهم الآن أنهم يبرتاجوا أكثر فأكثر فكلما اتسع الرؤية كل ما شافت الناس أكثر كل ما عاد التعاطي أكثر. وهذه الصدقة ما هي مكلفة حد أكثر من ندير صبعه وبرتاج على أرواقيش أكثر. فلذلك نريد أن نرى الأرقام قد كثرت المشاهدة حتى يصل صوتنا إلى أكثر عدد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع رب مبلغ أوعى من السامع، يعني رب المبلغ يبلغ يعود مستوى استجابته وعمله أكثر حتى من سامع من حاضر ومن شاف. ولذلك التبرتاجي والمتابعة لهذا الموضوع هو في البداية قبل أن نبدأ التبرع هو تبرع اللحظة اللي احنا فيها الآن. بالنسبة للشعار هو شعار رفع البلاء. البلاء شنو اللي عندنا الآن؟ شنو ذا البلاء اللي عندنا؟ عندنا هذا المرض الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به البشرية جميعا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ظهر الفساد في البر والبحر أش سببه بما كسبت يد الناس ليذيقهم بعض الذي لا شوي منه ما هو كامل ليذيقهم بعض الذي عملوا لش مديار إذا كان لعلهم يرجعون. إذن الله ينزل البلاء على البشر ليرجعوا إلى الله ويصيبهم ببعض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في موضع ثاني من القرآن الكريم لو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، ولكن إن الله يصيب ببعض فقط. فلذلك عندما ينزل البلاء لا يرفعه إلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يتجلى في عدة أشياء، مما من هذه التجليات هي الصدقة، لأن الصدقة ترفع البلاء، ولأن الصدقة لله سبحانه وتعالى عمل جيد، ولأن الله سبحانه وتعالى حين سأله الرجل عن أحب شنه الشيء اللي إذا فعل أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني شنه الأعمال اللي إذا عدلناها يحبون الله سبحانه وتعالى، فذكر أن أحب خلق الله إلى الله أكثرهم لخلقه نفعا. أحب الخلق إلى الله أحب خلق الله أكثرهم لخلقه نفعا. ولذلك أيضا السياقات التي وردت في القرآن وفي السنة النبوية للتعاطي مع الصدقة، الله سبحانه وتعالى يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم.
وش يطلب هذا؟ ولا خوف عليهم. فلذلك هذا الهلع الذي يقع وهذا الخوف عندما يقع الصدقة يرتفع هذا الخوف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلذلك أنتم تعرفوا عن جميع فاق على السلف الصالح، مجرد يخلق أي حدث يفزعون إلى الصدقة، يفزعون إلى الصدقات، لأن الصدقات فيها النفع المتعدي، والنفع المتعدي عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. انتبهوا للمفردات دقيقة. وما أنفقتم من شيء، كيف نقول ركاتية حديث بروتاجي، هذا إنفاق. أنفقتم من شيء، ما قال ما أنفقتم من مال، لأن المال لو أنه لا فقط ما أنفقتم من مال لا يعود الله يجيب المال قال شيء وسيله، لا يجيبوا له البسمة وأمل ولا يوزعوه، لا عندهم أجر، عاد عندهم هم الأجر لأنهم أنفقوا وقتهم، أنفقوا مبادراتهم، هاي وسائل التواصل للشباب اللي موجود، هذا كامل ما أنفقتم من شيء شراها فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قالوا الخلف شنو؟ لا متعلق بموضوعنا. قالوا الركاتية الخلف، خلف البشر فيما بينهم، إن يحسن عليك إنسان تعرف عنه فاصل في دراعة تعطيه دراعة فقد أخلفت له بذلك، لأنه ولكن خلف الله سبحانه وتعالى مبنيا على علمه هو. فالله إذا أراد أن يخلف عبد صدقة عدلها يخلفه من جنس ما يحتاجه ولا علم له به، وما عارف أنه قاعد محتاجه. إحنا ركعتين كنا نعرف حاجته، يقول الله أعلم بنا بحوائجنا. ومثال ذاك واضح، دليل على ذلك إحنا ركعتين احتياجنا لنصدق وراك فاتحين هاي القافلة، احتياجنا الظاهر أن ركعتين ترفع عنا هذا البلاء، هذا واضح نحن. ولكن الله سبحانه وتعالى قد يجعل خيرا أكثر من ذلك، يرفع البلاء ويجعل خيرا أكثر من ذلك. ولذلك المرأة الباقية صاحبة بني إسرائيل لما رأت كلبا، وهذا المهم المسألة لا بد تفهم، رأت كلبا يلهث عطشان، كلب يلهث عطشان، قالت الذي به من يعني العطش بي يعني شفه، المسألة الأولى شفه، فنزلت إلى البئر بخفها ما عندها وسائل، فملأت البئر الخف وجابته الكلب وشربه. هون من الذي سيجزي هذه المرأة؟ سيجزيها الله. شنو جزاء حدس قال لقاش بقرة؟ شنو جزاء حدس قال لقاش قطيع من البقر؟ إلى طهش دعم من البقر يعود جزاء والله ما جزاء؟ في مقتضيات نحن البشر جزاء، حدس قال لقاش من البقر وطاه منه واحدة جزاء، ولكن جزاء الله مما لا يخطر على البال وهو الحاجة. هذه الباقية إيش كانت محتاجة؟ كانت عليها كم من الذنوب تحتاج المغفرة، فقبل الله منها سقية كلب فغفر ذنبها، فغفر ذنبها. وهذا ما هي مسألة ستة من البلاء اللي بينا احنا لاكتها سبب الذنوب، فالصدقة تغفرهاش تغفر، إذا غفرت الذنوب رفع البلاء. فلذلك دأبت الجمعية ودبعوا الجمعيات الموجودون انهم عندما يقع مثل هذه الأحوال تنتقسم الجهود، لجان تقول ديروا الكمامات، لجان التباعد، أطباء ينزلوا يعدلوا شغلتهم، هذا جزء من فعل المجتمع. ولكن في شيء ثاني هو دور الجمعيات، أنهم يذكروا الناس على أن هذا وقت للصدقة، هذا وقت للصدقة، هذه الصدقة اللي قدامنا الآن فيها منيحة، فيها منيحة، 50,000 لا هي تشري شات، لا هي يشربوها واحدين من المساكين فترة كبيرة، لا هي تولد عقب ذا لا هي تزيد 50,000 يرفع الله بها البلاء، تبقى لك أنت صدقة جارية ماشية لك بذلك. فلذلك والمبادرة الثانية مبجوات، الناس تحتاج إلى مبجوات، أنت لا تشري مبجو. يوم إذا كنت متكلم عن فضل مبجوات، فلما رجعت للبيت سألت أم حسن قلت لها مبجو الفلاني ذاك بالله عليك كم عمره؟ قالت لي هذا شريناه خلقت توتو، توتو كم؟ 12 سنة. مبجو واحد له 12 سنة مستخدم. فلذلك مبجوات صدقتهم لها أجر كبير، تستمر زمن سنوات، تنصقل ويرجع يلتبس ينصقل، انت اعطيته 5,000 والله 10,000 والله 15,000
والله يعلم أنت كم ستعيش ويبقى يلفلف فيه. فلذلك بجوات من الصدقة لجاري المحتاجين. ثم أيضا بجوات من الأشياء اللي نفعها متعدي نفعها، يعني أنت تعطي بجوة ذي الخيمة، كم حد له يلبسه، يجيه مضيف يلبسه، يجيه مطفيل، يجيه مريض، وهو صدقة جارية وسهلة ومحتاج إليها. كذلك الغذاء، يطعمون الطعام، قرأ لكم لهم الشيخ، يطعمون الطعام على حبه. على حبه لها أقوال عند العلماء، أولا على حب الله، يعني يستجيبون لإطعام الناس حبا لله. يعني الآن ماذا الذي سيحملك على أن تستجيب وتتساهم بذي 5000؟ هو حبا لله أولا. فمحبتك لله أحببت خلقه، لأن هذا خلق الله تحبه، لأن الله سبحانه وتعالى. يطعمون الطعام على حبه، من الذي يطعم؟ مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم. طيب قاش لك أعطانا احنا 5000، أعطانا 10000، إيش لا يواسونها؟ إحنا لا يندلوها في شيء منها، لا يندلوها في شيء من الطعام، شيء من بجوار. لا يتقيس مسكين بليدة من بليدات موريتانيا، لا يعرف اسمك ولا يعرف سطمك، ولكن الذي يعرفك ويعلمك هو الله. فلذلك مثل هذه الحملات يتحقق فيها صدقة السر. أنت عندك رقم بنكيلي، أنا ما نعرفه من جانها، قبضت رقم بنكيلي حبا لله، بديت داخل تليفونك وقمست، مشيت 500، مشيت 100000، مشيت 50، مشيت لا سهم واحد، لكن الله يعلمك. منين قايسه؟ قايسه مسكين قد يرفع يديه يدعو الله، يدعو الله لك فيستجيب الله سبحانه وتعالى. فلذلك اخوتي الافاضل، حتى لا استاثر بالكلام، احنا دعاة اعطانا ميكروفون خلاص، احنا الشيوخ فيه مات، حتى لا استاثر ونبه فقط لها. عندنا تبرع، اعطوني التبرع، شوفوا كم هذا متبرع جاب 52، فاعلة خير جابت 52. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم، كما ابتدأت هذه الحملة بهذه الصدقة النقدية، أن يرفع الله درجتها وأن يرفع عنها الله سبحانه وتعالى هذا البلاء العظيم. كذلك هذه متبرعة ثانية تبرعت بعباية، ولعلمكم الجمعية فيها بوتيك هون يعرض، سوق خيري يعرض هذه الأشياء، تنباع هذه العباية، لا يجي في سقايب السكر، والله لا يجي في مبجوات، والله لا يجي في منيحة وتعود. وهن الله يقول قصة سابق نوفا، الشيخ قال راجع لكم الشيخ شلون الأسوال أوليته، لا نقول لكم القصة والله ناقصار نقولها والله. الشيخ متولي الشعراوي مثال أن هذه لقيتها المرة اللي أعطت عبايتي هذه لله، مات له عنده قيمة أكثر من ذا. الشيخ متولي الشعراوي كان يدرس في الجزائر، خاضع على شيباني واقف، هو راكب مع شوفيره، فشافوا شيباني واقف، فلين تخطاه وقال له أرجع له رفدوه، قالوا أنت إيش قايس؟ قال مقايس الجزائر العاصمة. قالوا مباشر 1000 ديني، كم لين خلصكم؟ قالوا الشيخ لله، قالوا الشيباني غليتها لحقت الفوقاني من القيمة. هذه العباية مات لا تلقى تجبر قيمة أكثر من ذلك، لأنها عات لله. هذه الاثنين، هذه العشرات، هاي 50 الزايد 54، هذه مات لا تلقى تجبر قيمة أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنها دخلت تحت قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تفضل تفضل. جميل جدا، كنا مع الشيخ عبدي جزاه الله خيرا، يعني هذا السؤال الذي ختم الإجابة عليه بالقصة المؤثرة مع المرحوم الشيخ متولي الشعراوي. فعلا صدق أي شيء يقدم لوجه الله تعالى، يعني القيمة الحقيقية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني المسألة تكون بالنسبة لك لا تساوي شيء، لكن عندما تتصدق بها، عندما تنقذ بها روح، عندما تتدخل بها في حالة معينة، فأنت في الحقيقة تدخر أجر عظيم جدا. الآن متابعينا الكرام، سأترككم مع رئيس الجمعية الأستاذ محمد بابا، ليتحدث لنا عن الهدف الرئيسي الذي تسعى جمعية بسمة وأمل من ورائه من خلال تنظيم هذه الحملة التي أطلق عليها عنوان رفع البلاء.
ما هي أبرز الأهداف التي تسعى إليها جمعية بسمة وأمل من خلال هذه الحملة؟ أهلا وسهلا بكم أستاذ الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة. أنا مرحب بكم جميعا. أولا أنا أود أشكر مؤسسة ترند الإعلامية على إتاحتها الفرصة والتعاون معنا خلال هذا الأسبوع مثل هذه الحملة، وأشكر الضيوف والمشايخ اللي عبدي وعينينا اللي شرفونا هذه الليلة الأولى. والسلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى. طيب، جمعية بسمة وأمل، لماذا هذا السؤال؟ لماذا هذه الحملة؟ قبل هذا نبدأ شوي بتقديم. أولا كما قال المشايخ عن عادة أن يخلق بلاء، كيف هذا البلاء هو تهب الناس كامل. أولا كانت الدولة مشكورة، الحكومة والأطباء، وعدوا وفعلا خلقت الأرقام المخيفة لأول مرة تجاوز ألف. بس مؤمن فات عدد خطتها للشهر، وذلك عمل خطة السنة ما كان في برنامج القافلة للأمان. قارين خاضوا هذه الأرقام اللي تجاوزوا ألف فعلا. بس مؤمن كباقي بعض من الجمعيات قالوا هذا انتباه، هذا لا بد من عدل شيء. وعادة بس مؤمن السنة قبل الماضية عدلت خلق الوباء قبل عامين، عدد شيء قالوا قوافل الصدقة لرفع البلاء. الحمد لله سيرت أكثر من 10 قوافل. بارك الله. لماذا هذه القافلة؟ بس مؤمل كجمعية خرصت دورها في رفع هذا البلاء. شنو هو أهم شيء قد تعدله هي؟ هو الصدقة، وذلك عدد عنوان قافلة الصدقة لرفع البلاء. وكيف قال الشيخ، من أهم الصدقة لا يتعدل، صدقة تعود مستمرة ومستدامة. والمناسبة هو اللي اقترحها فعلا جزاه الله الشيخ عبدي، قضية تعود فيه مشاريع تنموية مستديمة ولا تطابق صدقة جارية، منها المنيحة مثلا في حالة منيحة معزات كيف قال أنا تربى وتقضي سنة وسنتين وهلاث إلى آخره، ونفس الشيء منيحة بقرة. ضمن هذا وعادة تعدل جمعية هو التبرعات تجمعها لاش من أجل توفير الأغطية كيف قالكم بدوات وتوفير مواد غذائية. الحمد لله جمعية عندها تجربة، الحمد لله تشهد الحمد لله في ربوع الوطن عدة قوافل. وهذه القافلة إن شاء الله سيتم اختيار المكان المناسب والأحوج إن شاء الله من أجل انطلاق. ذلك طالبين من الناس كاملة إنهم يتفاعلوا معنا في هذه القافلة. كيف قال الشيخ، شحد كامل قاعد يتبرع به. السهم عدلناه 5000، قلت حد عدل سهمين 10 100 إلى آخره. حتى تبرعات العينية، ملابس، أغطية، أجهزة، كيف قال لكم اللي عندنا السوق خيري هم تياها شي كامل جمع الملابس والله أغطية والله أجهزة، سواء كانت هواتف أو كانت معدات مطبخ إلى آخره، والله أفريشة إلى آخره، هم السوق الخيري ويعدل عرض وبيعها وعائدات يعدل بها. أرانا بمناسبة ضفنا ومثال من المسائل التنموية قضية إنشاء مخبز. يتصل بي مخابز خاصة ضاق زمن الشتاء إنهم يدوروا مخبز، مخبزة بسيطة تكلف 600 ألف والله بعيد من العيون عنهم. بور ما بعض من قاع نحال ماك شوط ما يجبر في ذلك، ما يكون عاد المخبزات مفت. وهم الصباح يبغوا يراو شيء على الأقل يتم باط يقدر يصطبحوا به. وقال عن مخبزة إن تكلف حدود 600، مخبزة جاهزة وتعدلها طبخة تجهيز الأول عندها كامل جاهز تقريبا 600 ألف. هذا مشروع تنموي وفي عامل لا يشتغل. عن صدقات ياسر في حفر الآبار، حد مستعد لحفر بير؟ عندنا عدة مناطق الآن عطشانة، هذا لا يعتبر صدقة، معناها لا يخطر بالكم على أي شيء. نحن نستقبله إن شاء الله ونعيدكم إن شاء الله كالعادة إنه دور يوصل المستحقين ودور يوصل رب المشايخ ما يمشوا معانا وتمشي مع المؤسسة يتوثق هذا كامل إن شاء الله. ولكن يقول لكم يا باغي الخيري أقفل. أنا فعلا نرجع للشيخ طالب منهم قصص نماذج من الصحابة عبد الرحمن غالي رضي الله عنه. قصة موريتاني، موريتاني فيها رجال أعمال. موريتاني الحمد لله نحن بس مؤمل نسبة 99.99 تبرعات محلية. معنا ما بيع عن تبرعات الخارج غير تربة ما علاقتنا احنا. أغلى نقولكم عنهم نماذج ويرد عليكم واحدة منهم رجل أعمال موريتاني ربما يصنت لنا إن شاء الله الآن. زمن أزمة زرافية متذكرها كامل برأي من
ديك الساعه اذ ما خلقت قرى راي على الحدود تقريبا مجاع الناس اللي خلقت المجاع اتصل بنا هذا فاعل خير اتصل بنا وقال انتم سمعتوا القصه القديمه قلت له شفت منشور في وسائل التواصل قال لي قبل لي اخبارها على راس العمر الشاب مولي الحمد لله صح. قال لي قبل لي اخبارها اتصلت وقبلت الاخبار واتصلت بعض من الاطباء والناس قالوا فعلا ذوك الناس خارج منه انا كان ادور عود الساعه المغرب الثامنه تقريبا قال لي انا ادوركم لقيتهم تقبل اخبار لين عدلهم ندعمهم جزا الله خيرا اتصلت بشي من الشباب وسياره وانطلقنا عاد عيني الوحده نحن واخذين يعني عاد الصبح الخامسه نحن واخذين النعمه جينا الناس لا سابق المغرب شوفوا الناس ردوا علي اوراق وراك الملي خالق شبه مشاع الناس حتى هو في ماكشوط اتعاب وعطاش وخالي يوم الجوع يوميا للجنه تبارك الله من الخلق الناس زيناهم ردوا علينا قصص يندالها شبي والله لا قالوا عنهم ضربونا مثل ان جاءوا معلمنا يقرا التركه وكانوا مثلا يعدلوا له كل اسره تحاول تعدل له شيء ياك يبي ما عندهم شيء مره واحد يمشوا له شمقوسي ومعاه شوي نادى يرى الابن ومره يمشوا معاه الزيت والله قال لهم يفطروا عليه الزيت حتى المعلم اختفى مشى عنهم تمرين بيدو ما يقدر يعيش شخلق زرناهم وقبلنا اخبارهم عدلهم اللي يعني عاد الصبح لليل قلنا له طيب دور شنو قصنا قريه بثنا فيها للحدود واتصلنا فاعل خير واعطينا خبر الناس وعددهم ولا انت قال لي انتظر نشوف احنا انتظر يا اخي هذا مثال حي ولا يعني فاعل خير موجود قاع صور عليه صفحه حد كتب قافيه الزرافيه اللي يعني عاد القايده حصل عنا رتبنا خلعنا يعني ان شاء الله يخلق ياسم الخير الله عدنا نقدر ورتبنا ما تم يتصل بينا قال شوف هذا مولي هون خارج شين قالوا إحسان اختار الشيخ يتكلم عنه هم مستعدين يستقبلوا كل شيء قال خارج مريض درجة من الإنفاق درجة من الإكرام إن قال الإحسان قال الناس كم قلنا له حدود 60 أسرة 60 أسرة وكذا وكذا قال له شوفوا قبل اللي نقول لكم صنت زقيبة من الصقر 50 كيلو اسمع 50 كيلو أسرة وزقيبة من السرياء 25 وزقيبة من مار كذلك وسوى النبي اللحم ما هو ياسر في المنطقه قال رجع لهم يبقوا سردين ومسكين سرغله والشيء هذا كيف صور هذا 60 سنه كان قبل الحاجه عندنا تاون ودول المولي مارك سبحان الله بعد ذا يسر مولانا ومشى هذه الميزانيه ذيك الساعه كانت قيمه الفاتوره 8 ملايين دقيقه واحده وشينا دحميس ويعلم الله كنا دخلنا على الناس نزل المطر ها لا يعلم الله الشباب هم نزل القحط زمن الصيف زمن بداية الصيف والناس تعابوا وعاقبوا من رمضان الناس اللي انسرنا له كانت السلطات حاضرة حتى الحاكم انبهر وسكر الجمعية ان شاء الله تشوف حتى في القمح على العود دواب هماتية ما شاء الله هذا تو ضربت مثال الانفاق وانا متأكد ان في رجال اعمال متأكد ان في انهم قد قاعد لا يصيروا القافلة انا متأكد الحمد لله عند التجارب هم في الجمعية اللي كافل 50 يتيم واللي كافل 6 واللي كافل 10 واللي يجي رمضان فتبارك الله يبغي يعطي ندور أنا سبقت في رسالة أعمال ندور إن شاء الله يشحذ الهمم وعقب ذاك أنا استقبل جميع التبرعات من عند السهم ملابس إلى آخره خلال الأسبوع والسلام عليكم ويا باغي الخير أقبل. شكرا جزيلا لرئيس الجمعية محمد على هذه الكلمة الافتتاحية الفعلية المتعلقة بالجمعية والمتعلقة بالهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الجمعية من خلال هذه الحملة التي حملت عنوان رفع البلاء. وبإذن الله تعالى هذه الحملة هي يعني جزء من عدة حملات نظمتها الجمعية سابقا وتدخلات أيضا لعدة أسباب بعضها متعلق بالجوع وبعضها متعلق بظروف يعني مخلفات المطر وبعضها أيضا متعلقة بحاجة الناس. أيضا تحدث عن فكرة مخبزة تكون يعني مضرة للحي بأكمله وهذه فكرة جيدة جدا. نذكركم متابعينا الكرام بالرقم الذي يوجد عليه مصرفي وبنكلي بدون سيد الرئيس ما ذكر به غير اللي هو 22 30 00 88 يعني 22 30 00 88 ايضا الرقم الاخر الذي يمكنكم الاتصال عليه 22 82 86 88 68
22 82 28 68 حتى اللحظة وصلنا تبرع من طرف فاعلة خير 52 ألف قديمة، أيضا عباية أيضا تبرعة، وهنالك أيضا تبرعات أخرى وصلت سيعلن عنها الشيخ. إذا هذه فرصة في الحقيقة للخيرين، وقصص الذين قدموا إلى الخير وبذلوا فيه هي كثيرة جدا، ولا شك أن الإخوة لديهم العديد من النماذج التي تعكس الفضل الحقيقي لصاحب الصدقة. وكافي أن يعني الصدقة التي يعطيها الإنسان بدون أن يستشعر بها أو يعلم بها أي شخص هي في منزلة الظل الذي سيجده يوم القيامة بإذن الله عز بإذن الله تعالى. إذن الآن سنعود للشيخ عبدي من أجل أن يحدثنا أكثر عن أهمية تدافع الخيرين وتدافع يعني رجال الأعمال وتدافع كل من لديه المقدرة. يعني الناس ليسوا سواسية شيخ، هنالك من يمتلك المليار، هنالك من يمتلك المليون، هنالك من يمتلك الألف، وهنالك من لديه أولويات تملي عليه التبرع بمبلغ، وهنالك من لديه ظروف قد لا تسمح له بالتبرع. يعني ما هي أهمية التدافع إلى العمل الخير، والمسؤولية تقع على من بالدرجة الأولى؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا ذا اللي قالوا إنفاق بالدرجة الأساس ما هو من اللبنة، الإنفاق ما هو من اللبنة، الإنفاق من القلب، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول يدعم أن يكون قلبا يريد الإنفاق ويدا فيها مال، هذا هو الفرق. وإلا أنا الآن متأكد أن فهم ياسر من الخلق راعي فينا، يود الواحد منه لو اكتفى لو كف تولى كفالة القافلة جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث قال إنما الدنيا لرجلين، ذكرها واضح. واحد أتاه الله مالا وأتاه علما، عنده علم ومال، معناته يعرف عن المال، فهو ينفق في المال في مهلكته، يعني ينفقه في مكان الخير. وآخر أتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول لو كان عندي مثل فلان لفعلت مثله، فهما في الأجر سيان. فلذلك مجرد النية الصادقة يكتب له الأجر. مثلا شوفوا احنا كثير عندنا في قصة أكبر القصص اللي وقع فيها الإنفاق، يعني ما وقع في غزوة تبوك. غزوة تبوك فيها منحين، فيها ثلاث مناحي مهمين إنهم ينفهموا. المنحة الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للأمة الحاجة، قال لهم سأسير 600 كيلو، ذكر الحاجة، فالحاجة إذا ذكرت فهذا المنحة الأول. فلما ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم يلا يا الصحابة أنا ماشي 600 كيلو هذا جهاد في سبيل الله وأريدكم أن تنفقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال الآن يأمرنا بالإنفاق، والقرآن لا زال يأمرنا. إذا قيل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا. فكانت عدة مناحي. المنحة الأول هو أن عمر بن الخطاب يعلم أن أبو بكر الصديق يعني من السريعين الاستجابة، فقال في هذه المرة سأحاول أن أغلب أبا بكر الصديق، هذه فرصة منافسة. فجاء إلى ماله، ونختار الجمهور يتبهن لهذا، جاء إلى ماله فقسمه نصفا، يعني نصفين. احنا الآن ما ندروا حد عنده دارين يعطينا دار أو أعطيها للرأس، ولا حد عنده وتين يعطينا ماء، غير ندروا حد يتحرك فيه الإحساس. السهم عدلناهاش 5000 فقط، ما فهم حد ما عنده 10000، والله نادرا بعض. فقسمه نصفين، فجاء بالنصف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه في عجل. فالتفت إليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا تركت لعيالك، انت اشتركت العيال؟ قال تركت لهم شطره، يعني مثله. فجاء أبو بكر الصديق يجر كل ماله اللي عنده كامل، خلاص الله أمر والنبي صلى الله عليه وسلم طلب، كانت استجابة أبو بكر سريعة، فجاء بالمال كان ما خلى شيء. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة يعني جاب لكم ما خلى شيء.
قالوا ماذا تركت لعيالك؟ حتى هذه الكلمة انتبهوا لي منها، حتى ذاك النهار ما خلى المقدام. قالوا ماذا تركت لعيالك؟ اختر السادة المشاهدين يسمعوا انتبهوا لها. قالوا تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر، تركت لهم الله. الله شو عندهم الخزائن؟ حد تولى الله أمره تلا خايف مش؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عثمان بن عفان ما كان داخل في هذه المنافسة، لأن عثمان بن عفان رجل أعمال عنده الخير، مطلوب منه أكثر منهم هم كاملين. فعثمان بن عفان جاب 800 ناقة، هو يقوله 2000 ولكن المحقق 800 ناقة بأحلاسها، يعني بكل ما تحتاجه، مثل ما قال الأخ الآن الناس اللي يحتاجوا كامل جابوا. ولم يكتفي بذلك، فجاء يحمل في يديه من المال ما لا يستطيع، فوضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر يفدوه. فكانت قولة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال ما ضر عثمان عمل عمله بعد اليوم. هذا نختار انتبهوا له السادة المشاهدين، أحيانا يقع إنفاق من الله يصادف هذا. شنو هذا الذي يصادفه؟ يصادف دعاء الملكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل يوم تطلع فيه شمس ينزل ملكة، فملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا تستجاب الدعوة، ينفق يستجاب الخلف. شنو؟ ما ضر عثمان عمل بعد. الشاهد الذي أريد أن أقوله أن هنالك أناس عندهم لا تليفوناتهم يبرتاجوا، ما عندهم شيء ذا، ولكن قلوبهم يريدون به الإنفاق. فجاءوا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله احملنا جاهزين. قال لا أجد ما أحملكم عليه، ما ارتاحوا ما تمونكم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا. يعني العذر ما هم ما تمونك عندهم، ما هم قادرين يعطوا. الله عذرهم والرسول عذرهم، ولكن هم صادقين مع الله. فجعل الله تلك الدمعات الصادقة قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، أصبح قرآن. شوفوا ما وردت قصة عثمان بن عفان، ما ذكر ماله مع إخلاصه، وما ذكر أبو بكر الصديق، لكن ذكروا هؤلاء لأنهم في محل بذلوا كل ما عندهم. عثمان ما أعطى كل ما عنده، أعطى كثير، أبو بكر الصديق بذل، ولكن هؤلاء. فلذلك المؤمن الصادق يعرف عنه لا بد يدخل في هذه العطية. حتى أترك الفرصة للشيخ أذكر هذه القصة اللي من قصص رفع البلاء، قصة من قصص رفع البلاء التي عندنا. رجل له أم يحبها، وهذه الأم طال بها المرض، مريضة، وجاء المستشفى وهي مريضة وضعيفة جم مرة، فإذا بالوالدة تتألم مريضة وما هم متوقعين يكون موتها، خلاص عشان. فخرج وهو ماشي بيته تمرين خاض على مشة، ومعاها مشيشات صغيرين وليداتها يبكوا، خرص ما عندهم شي يأكلوا، شفوه قال والله هذا مساكين، شفوا هذا مساكين. فذهب وشرى لهم شوي معلبات اللي فيها شيء يتكل، طرحوا لهم بين يديه وراعي فيهم فرحان يوكلوهم، هذا وراهم الله اللي خالقهم الله. قال فذهبت، انتهى الموضوع. بتني عاد الصبح جاني تليفون المستشفى، يا فلان، قال نعم، قالوا الحق بالمستشفى عجل. فخطر في بالي ان الوالده خلاص توفت. قال فجئت المستشفى، قلت الطبيب ايش فيه؟ قال روح ادخل غرفة امك. قال فجئت فوجدت والدتي قاعدة على السرير قاعدة خلاص. قال ايش فيكم؟ قالت والله العظيم لا احس بشيء، انا بخير. قال ايش صار؟ شخلق يا امي شخلق. قالت له ما نعرف، انا البارح في الليل تميت إلي ذهي مش شلاف ديديها تقول اللهم فرش كربه كما فرش كربنا، اللهم فرش كربه كما فرش كربنا. كان كربه في أمي، ونحن نقول اللهم فرش كربنا كما سنفرش كرب هؤلاء الضعفاء. ربك على كل شيء قد، هذه مش من ربها،
الله. فلذلك الذي يفرش كرب هؤلاء اللي براد مبجوهم يفرش الله كربك. كان عندك مصيبة قرية تريد كل يوم تأكل. وأنا أوجهها الآن لمن يستمعني من الشباب ورجال الأعمال والناس الطيبين، من منكم يقول أنا لها؟ من يقول أنا لهذه 600,000 فقط؟ شنو 600,000؟ تعرف عنها تمشي في التليفون يوميا، لا يتم يكتب لك أنك استجبت يوميا وكيل مبول يجي في بطنك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لمن يستجيب لهذا المشروع ويرفع رايته إن شاء الله أن يجعله الله في من قال الله فيه سبحانه وتعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. اللهم إني أسألك يا من تسمعنا من استجاب في هذا الدعاء أن يقيه الله شر ذلك اليوم المستطير الذي مقداره كما تعلمون 50,000 سنة مما تعدون. وأترك إن شاء الله المجال للشيخ، لا أريد أن أستأثر بالحديث. الآن سنبقى مع القارئ عينينا الشيخ القارئ عينينا ليتحدث لنا أكثر عن هذه الصدقة وعن أهميتها وعن فضلها في حياة المسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما بعد كلام الشيخ والرئيس كلام جزاهم الله خيرا وأحسن إليه. نغبط على مثل هذه الجلسة التي ندعو فيها لكل من ساهم أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه وأن يعوضه خيرا من الذي أنفق، إنه لذلك ومولاه. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. من نحن اللي رب العالمين يسمينا بقوله يا أيها الذين آمنوا ويصفنا بصفة أهل الإيمان؟ الحسن البصري رحمه الله تعالى سئل، قيل له: هل أنت مؤمن؟ قال: إن كان الإيمان الحقيقي فلا أدري، وإما إن كان ذلك الإيمان اللغوي فأنا مؤمن، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى غير ذلك. أما الإيمان الحقيقي فلا أدري. فقيل له في ذلك، قال: ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. حقا من الله سبحانه وتعالى هي أكثر من أن تكون حقيقة. الذين يؤمنون بما أنزل إليهم من ربهم ويؤمنون بالغيب والمغيبات ومما رزقناهم ينفقون. من صفات أهل الإيمان والتقوى الإنفاق في سبيل الله. نحن ذلك الفترة الضراء، نسأل الله عز وجل يرفع عنا هذا الضراء وعن سائر المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يدعونا للمسارعة إلى هذه الجنة التي ذكر عرضها ولم يذكر طولها. عرضها السماوات والأرض أجمع مجموعة هي عرض السماوات عرضها، أما طولها فلا ندري عنه أي شيء. أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفق متمكن والحال هنيء،
وكذلك ينفقون في الضراء إذا اشتدت المحنة واشتد البلاء واشتدت اللأوة فهم يسارعون الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن نسمع من الآيات ونسمع من الحديث زين فينا نعود نطبقه ولو مرة والله مرتين، ونعود نحاول نوقف مع آية منه والله ثنتين نطبقه يسوعين شقد. زي العابدين رحمه الله تعالى مرة باط من تطبيق القرآن واستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، قال الجارية أنها تجيب له من جواريها أنها تجيب له أمها يتوضى بها، وهي في إعدادها للمو جيبانها له تعيضرت وطاحت وانكب المو الطائر على الإمام الطين والماء، غضب وبشر يغضب ويفرح إلى غير ذلك، لكن هي بها متن الفطنة واللبابة عرفت أن سيدها عنده دقات داروا لهما تذكير بلا كلام الله سبحانه وتعالى، قالت له تلت علي قول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ، قالها كظمت غيظي، قالت له والعافين عن الناس، قالها عفوت عنك والله يحب المحسنين، قالها اذهبي فأنت حرة لله سبحانه وتعالى. الاستجابة الأوامر الله سبحانه وتعالى من شأن الأكياس من المؤمنين، لا يسمعون قول الله يا أيها الذين آمنوا إلا استشعروا وانتبهوا. لذلك يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فأعر سمعك، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، لا خير لا يتنأمر به يرتك الطبق وتسعى فيه، ولا شر لا يتحذر أنه كذلك تعود مستعد تبتعد عنه. وهذه الصدقة يكفي الإنسان فضلا أنه للجنة باب يسمى باب الصدقة، فينادى منه للمتصدقين فيدخلون ولا يدخل معهم أحد، يا فلان يا فلان كثير الصدقات، يا علان يا فلانة لقد أنفقت كثيرا ولقد ولقد، فتنادى من ذلك الباب فتدخل في جنة عرضها السماوات والأرض جوارها نبي الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذا الباب لين يعود له يعيطنا نحن منه شله يعود منزلت رب العالم منزلتنا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ويزيد على ذلك للإنسان ومن الجماعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذا وارد ضركة في بنكيلي ومصرفي، أنا عندي فضة في بنكيلي هذا وقطع عنها ما مطلع عليها حد ولا أعلم بها حد وحسابي الخاص وعندي أنا كود، أنا لين نحوس ونشوف رقم جمعية خصة نحن في الجمعية المباركة جمعية بس مؤمن عارضة رقم على أعمال الخير والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، لين نتبايع مع رب العالمين لين نقبض الرقم نقول بسم الله هذا الرقم كذا وكذا، نخرص أنا ونقول بسم الله إليه مشي 100 200 10 5 لله سبحانه وتعالى، ما عالم بها عمر ولا زيد، لا هي تقول طن رسالة الجمعية ولا هي توصلها ولا هي تقبلها وتوصلها للمستحقين العتدى، ما تعرفك ولا عندك بها رابطة، لأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على ذا، مطلع على ذا الإنفاق وذي الصدقة، فتدخل في ذي الجماعة اللي والرجل الذي أنفق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه من شدة الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. والإنفاق نحن كيما نذكر سمعوا الآيات والأحاديث يا الله نعود ونوقف معاهم ونعود ونطبقهم على أرض الواقع. أحد السلف كان معاه بعض طلابه وكان قليل المال وقليل مثلا القوت، دخل عليه السائل فأعطاه ما تيسر في أول الوقت وفي آخر الوقت وفي الليل وفي النهار، فسئل عن ذلك قالهم لقد سمعت قول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عسى وأسأل الله يقول أن أكون من أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا نسمع أنا آية نطبقها، هذه الآية ضرك لأنك بضعنا مثلا 1000 والله 100 لننفقها أول النهار وواحدة في الليل وواحدة على الصباح كذا حتى أكون من الذين يطبقون أوامر الله سبحانه وتعالى وأكون من أهل القرآن. فأهل القرآن يؤتى بهم يوم القيامة يؤتى بأهل القرآن الذين كانوا يعملون به، ليسوا أولئك الذين قرأونا فقط إنما بالعمل يرفع الله سبحانه وتعالى الإنسان ويقيه السوء. الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى خصوصا نحن في الفترة، والشيخ قد بيّن ذلك جزاه الله خيرا وقد تكلم فيه، هذا يدلنا على أن نحن ضرك في مرحلة ضرر مرحلة شدة وبلاء، ويسوى قاعي لعاد ما بين المرض غلاء الأسعار
وغلاء الأمور التي لا ينبغي الإنسان إلا أن يكون قادرا عليها. لكن هذا كامل أدى أن نعود ننفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. إياك رب العالمين جل وعلا، إياك تقبل هذه الصدقات وجازينا عندنا هذه الأعمال الخيرية. أي رقاش دار فيها درهم واحد والله دينار، دار فيها ألف الله ألفين، يسوى الله قد يزيد ذلك عند الله سبحانه وتعالى بغدار الإخلاص. خلق قصة، ما رئيس طلب من القصص، قصة تذكر عن فضل الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وحتى ولو كان الإنسان قليل المال وفقير ومحتاج، يذكر ان عن سيدة اصلا وقعت لها قصة غريبة من نساء افريقيا، عجوز لا تملك بالكاد قوت يومها. خالقه هو رجل اعمال خليجي، قرر انه له يبني مسجد ضخم جامع كبير في احدى الدول الافريقية، ومشى الاموال وتكلم مع المهندسين والمقاولين، وبسم الله لين بدوا هذا المشروع. ذاك المشروع كلف شي من الالاف ما تنتهي والمئات الالوف إلينه. فمن عادة المشروع أنه لا يصور ولا يندر عليه اسمه بتبرع فلان كذا كذا كذا، لا يصور ويمشاله. إلين جاته الصور واستبشر بها وفرح بها، عاد لا منين يرقد، يتم إلين راعي لرؤية ذوك هو المسجد اللي كان عنده ومعدل باسمه وعاطي فضته مديوري عليها اسم امرأة إن قال لها فلانة من تفلان. استغرب، قال هذا ما يصح، هذا قطع عنه عمل، هذا سحر كذا كذا. بدأ يتواصل مع الناس اللي أصلا موكلهم بالمشروع، مشاو يبحثوا في ذيك القرية، مشاو يبحثوا. عقبوا بعد ياسر من البحث جبروا سيدة عجوز فتحت كوخ بالكاد تملك قوت يومها. سولوا أنت فلان، أنا عمانة فلانة من فلان، وأنا كذا كذا كذا. قال له وقعنا كذا وكذا وكذا، تورد على القصة. قالت لهم ماني حاسة بشي، عدلته خالق نهار خلت على المسجد يبتنا، وأنا تحسرت أني ما عندي شي عاطيته. قلت بعد خالق اللي نقدر نقدر عليه لهي نسقي هذا العمال وشي من ذو الحمير اللي عدلوا يرتفع عليهم من ذبريك. قامت وسقات ذو وتقلبتها متماشى الشور عريشها، عاد المسجد كاد انه ينشاف متني خلاصي المرأة، عاد يشوف الرجل مكتوب على اسمه انه صداقتها هي وبينفاق. قام مباشرة وين قالوا القصة، تواصل معهم قال لهم اقرعوا اذا قدرتوا عليان وديروا اسم فلانة من تفلان. عاد المسجد معروف ان قالوا مسجد فلانة من تفلان في حد دول افريقيه. وهذا يدل على الناس اذا عندنا انسان يقد يعطي قليل ويشك انه قليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا. اي انسان يشاهدنا الان ويسوى وصل البث بعد ساعه والله ثنتين والله يوم والله ايام، يالتو يساهم. فينا اللي يدير كريدي ب 10000 وب 20000 وب 5000، وفينا اللي ما يقبل يفرقوا شيء من الامور اللي هي كماليات ما الله قاعده عاد يا الله تعود قاع ماتت كاميرات، لأنها عادت أمور كاد أنها مغالي فيها. معناها أن نحن عندنا قاع شي من الناس عنده شي من الأوليات ما هو قاعد يتعشى ولا هو قاعد يتغدى ولا عنده باش يصطبح ولا شي يدفى ولا يحميه العيال ويسوى شنه قاعد يدفعوا به والله يكونوا يتغذوا به. أطرح شي من ذا، عندك تلفون لا يتشري صنك تلفون 100000 والله 200 قلعي من 5000 والله 10 لله. عندك صني جدي صلوهك والله يتعدي رواية بسم الله نقلع منه كذا، هذه لله سبحانه وتعالى. عندك شيء من ملحف لا غنية عنه صقليه وجيبه الجمعية. وعندك عند أي إنسان عنده شيء يعمله شنه دراع أي رواية يبغي يعطيها لله سبحانه وتعالى، يوصلها للجمعية إما مباشرة والله يمشيها العابر الأرقام، يعود هو صاب الهم وجبر مد له يتوصل إلى الأمانة لمستحقيها، وعود هو يحصل لجر، وعود هم اللي ما خسر همه لأنه أعطى لمن يستحق. وسأل سبحانه وتعالى يتقبل من القائمين على هذه الجمعية. هذا ربما يكون عطر متبرع به فاعل خير، نسأل الله سبحانه وتعالى فاعل خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطرها من عطر الجنة إنه هو لذلك والقادر عليه. وهذه بخارة، صلى الله سبحانه وتعالى لمن تطوعت بها لله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، وأن يطيبهم من طيب الجنة، ويتقبل من المساهمين. الحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا. لنختم والله. والله أنا سابق نختم إن شاء الله، نختم ننبه المسألة هي قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله. هذا شنو معناه؟ نختار السادة يسمعوني، في شيء من الناس يقول لك أنا ماني قادنا نتبرع به اللي قاعد يتعد ما توصلهم، يتعد ما توصل الفقراء، تبرع ما هو الفقراء
وله الجمعيات تبرع لاش لله ينفو تخرج من بنتك انت والله من حسابك وتديره في حساب الجمعية أجلك نكتب. ذيك المسألة الثانية تعني الناس اللي جايتهم إلى أدوا أمانتهم أراهم أحد المتصدقين ما أدوها لما هو ناقص من أجلك. ولذلك ما قال من ذا الذي يقرض الجمعية ولا ما قال من ذا الذي يقرض المسكين، قال من ذا الذي يقرض الله. الله عليم خبير، معنات الوقت اللي مرك تنتفض الدورها لله أراه ولا أجر السفة إلى وصلتهم هما إذاك أجر الواحدين ثاني يعني أنت بعد أجرك فاتوفة. السلام عليكم. إذن متابعينا الكرام، قبل أن يعني نختم هذه الجلسة أود فقط أن ننبه على قصة أخرى مؤثرة، وهي قصة يعني عايشها بعض الإخوة وبعض الناشطين في مجال العمل الخيري. قبل أيام كنت في مدينة نواديبو وكنت مع الإخوة محمدي أبو حرمة والشيخ شيخ، مررنا بحنفية وسألتهم عنها، أجابني الأخ شيخ بأن امرأة توفيت التي بنت هذه الحنفية، لكنهم هم يشرفون وبشكل أسبوعي على أن تكون ملأة من الماء الصالح للشرب، وأن كل يعني الحي وكل من يحيط بالحنفية يشربون من تلك الحنفية، على الرغم من أن الشخص الذي بناها هو امرأة وقد انتقلت إلى جوار ربها، لكن بقي لها الأجر بأنها كانت السباقة وكانت من سنت تلك السنة الحسنة في ذلك الحي الفقير الذي لا توجد فيه شبكة المياه. وهذا يعني أكبر دليل على أن الصدقة يعطيها الإنسان ليس فقط لدنياه بل لآخرته، يعني الدنيا مؤقتة يمكن أن يرحل الإنسان في أي لحظة، لكن ما هو باقي هو يعني الجنة جعلنا الله وإياكم منها. إذن متابعين الكرام، إنما كنتم داخل موريتانيا أو خارجها، هذه فقط الجلسة الأولى من هذا الأسبوع. نعم سنختم بالدعاء، لكن قبل أن نختم الجزئية التي تتعلق بي نشكر جزيل الشكر المشايخ الفضلاء الذين شرفونا في هذه الجلسة الأولى وقدموا لكم كل العروض المهمة والأساسية التي في الحقيقة هي في غاية الأهمية، أهمية الصدقة في حياة المؤمن وفي حياة المسلمين. الداعية المعروف الشيخ عبدي والعبدي وأيضا الشيخ القارئ عينينا والأييه وأيضا رئيس الجمعية الأستاذ محمد بابا، نشكرهم جزيل الشكر على يعني هذه الفرصة وعلى هذه الجلسة الأولى التي كانت عن طريقهم وكان الافتتاح أيضا عن طريقهم. الآن سيكون الختام هو بالدعاء بإذن الله تعالى، الدعاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكل مسلم يتألم أينما كان في أي أرض من أرض الله الواسعة، الدعاء أيضا لمجتمعنا لدولتنا موريتانيا بأن يحفظ الله عز وجل من كل الأوبئة ومن كل المحن، الدعاء أيضا لكل من يتصدق صدقة خالصة بنية الأجر. إذا أحيل إليكم الكلمة شيخنا الفاضل. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نرفع إليك كف الضراعة فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرود. اللهم إنا نسألك يا ودود في هذه الساعة المباركة أن تهدي قلوبنا وأن تيسر أمورنا وأن تحقق رجاءنا وأن ترفع درجاتنا في المهديين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا ربنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق والعدل وليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن ترفع عن أمة نبيك صلى الله عليه وسلم
وردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تحقق رجاءنا ويا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قضاء الحوائج وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب يا علام الغيوب. اللهم احفظ بلدنا من هذا الداء وغيره يا رب العالمين من الأمراض والعلل. اللهم احفظه وسائر، واجعلنا لك ذاكرين شاكرين منيبين مستغفرين. اللهم إنا نسألك أن تبدلنا إياه عزا وتمكينا وأمنا وإيمانا. اللهم يا رب العالمين، من ساهم معنا في هذه الحملة المباركة أن تقاسمه في هذه الدنيا من خير وبركة، فاقسم له خيرا، فاقسم له خيرا، فاقسم له خيرا وبارك له فيه يا رب العالمين. نسألك يا ودود أن تتوب